على شو بتندمي؟ إيش ندمت عليه؟ ما بندم على شيء، لأن أنا الحمد لله مبسوطة في حياتي. أنا ما كملت تعليمي. لا، في الحياة فيش إشي يعني مهم ندمت عليه. إني ما حكيتش الصح في مواقف معينة. ثقتي في بعض ناس. ما في شيء. زواج. في كثير أمور يعني تندم عليها بعدين. إني ما اشتغلت. ما في شيء ندمت عليه. موضوعات ما بقدر أحكي. اشتريت مرة سيارة ما توفقتش فيها. إني أعطيت ثقة لناس مش قدها. إني أعطيت الثقة لحدا وما طلب استحق. بس من غير ما تسمع مرتي إني تجوزت. إني أنا أعطيت ثقتي لواحد ما كان يستاهل. ما في إشي ندمت عليه يعني. جدني فرصة سفر ورفضت. إشي ندمت عليه ما عرفت شخص. إشي ندمت عليه وظيفتي السابقة. زواجي. إني ساعدت ناس ما بتستاهل صراحة وانحبست من وراهم هذول الناس. ثقة بشخص. قصرت شوي بدراستي. إني ضيعت وقت ما إله كان ما استغليته، في أوقات ما استغليتها. فترة طفولتي قضيتها بالخليج وما حبيت، مش حابة طفولتي كمان. ناس دخلتهم بحياتي. اللي هو الشيخ اللي كتب كتابي. زواج. في شغلات كثير أشياء عندهم طلبة ما أدري إنه ضيعت وقت على ناس ما مستحقوه. حب قديم. علاقات مع الناس. لا، ما بندم على شيء صراحة، كل شيء بتعلم منه. ما درست الامتحان. تعرفت على صاحب طلع كذاب. ما في شيء ندمت عليه، ما بندم على شيء. إني زعلت مرة أمي اللي كسرت تليفون القديم. ما زعل المس ولا شيء.